السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا بنقول لكم بنجيكم التالي، لازم يعني العصا لمن عصا، هذو ما بغاوش يحشموا. شاهدنا اندلاء اعمال شغب وتحطيم الكراسي في مباراة النهائي كأس الجزائر لكرة السلة بين اتحاد العاصمة ووداد بوفاريك. أنا مانيش نقول وداد بوفاريك ولا اتحاد العاصمة، بصح لازم العصا لمن عصا خويا. ها والو، الناس بتوع تتربى لازم المطرق، المطرق هو اللي ربي. بكري كنا نقرأ وكنا نخافوا من الشيوخ، المطرق المطرق لازم مين يضربك تقول ينهض على حمار، لازم مطرق مكاش. هذه هي لازم الشيطان كرة السلة فين تهرسوا كراسة، فين تضرب ضرب ورا اخر قرضوه هذاك تاع الاذاعة الوطنية ضربوا. علاش واش من هذا السيد بريكول هذا؟ بريكول هذا بالعاني، هذو بالعاني يديروا الصوالح. كأس جمهورية يعني تاع رايس، هذه تاع عرس، تاع رئاسة، هذا عرس، هذا هو العرس كأس جمهورية. كيما الضربة تاع نهار السير بي لابسية هذاك بلايلي طايح في ذاك خساف، اضرب قدام الرايس قدام الاطارات الجزائريه، ومن بعد ولا ينيربي في الانصار يدلهم كيما هكا. ضربك انت يوسف بلايلي، كي راك دير للانصار كيما هكا، هذوك بداو يطيحوا. انت راه دير في راسك بلي كاين رئيس جمهوريه، ام كاين اطارات، ام كاين شخصيات وطنيه راهم فماك، لازم ما تخليش الشعب يتنربى. جي دير لهم هاك، دير لهم هاك، اي ما سويقاش الكراسي. هما الكوت عاد كانوا متربيين خير منكم، انتم انصار خير منكم، كانوا في السنجوي كانوا متربيين عليكم، متربيين على اللعابه. واو لله، هذه نقولوا بلي هذا سؤال عام. لازم العصا اللي من عصا، انا مع تاع يردوا المطرق. اي والله انا عجبني واحد تاع البريزيل خاطر مع ستيف با الركبه طولور نورمال إبليسي يقيس يخلي في كروسة، يقولوا له الملعب يدل معاه حوتي أنا ما نزيدش. هذه هي نورمال، أو خطرة بوليسي طايحين فيه يضربوا فيه، هذيك نورمال مو باربات وتهودوا يخدم. وين ما كاين البوطة في الصحراء يجيبها، وين ما كاين البوطة في الصحراء. عليك عليك. ضربوا مو الكاميرا مسكين، علاه 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 راجل كبير، علاه علاه عيب عليكم، والله لا عيب عليكم، خبطوا بكرسي علاه مسكين، علاه عيب، والله لا عيب. وراجل كبير مسكين علاه علاه، خبطوه في الظهر، خبطوه في ذراعه، خدام على روحو هذا مسكين، عندي وليدات يخدم على الكاميرا مسكين علاه. منشئة بالملايير قال لي راه غدم على على اداري شاهد اللاعبين يتقدمون الى الانصار لتهدئة الاوضاع. المباراة كانت تسير، غاضني هذا اجل مشكلة، ايوا وتكلم في راسي، ايوا انزل يا ودي وتكلم في راسي مسكين، علاه علاه صراحة امور لا نقبل. صح هاد كلمة هذا زايد عنده وليدات مسكين، وليدات ميت هما في راسه، وراجل كبير ولا لا راجل كبير مسكين، والله لا راجل كبير اصابة ولدي انا بالميت هم زايد فارسيا يكاميري في راسه، بنادم يشوفها في روحه، ايه بالذكار تاع هنون، ولي يخدم على عائلة ديالي، عندي ناس في الدار مرضى يخدم عليهم، وزيد الملعب نتا كيما يقول لك، علاه تهرس؟ شكون تاع باباك علاه تهرس عليه؟ علاه تهرس عليه؟ مو كاميرات تاع بروا، روح جيبها في الليل، عيط لبابا ولا مو عندك 100 مليون كرسي، تاع المعرض كرسي، 100 مليون كرسي. كيما هذوك تاع كيما هذوك تاع كيسموهم هذوك تاع قسنطينه اللي هرسوا وضربوا ذاك اللي ضرب البوليسي بكرسي للراس،
وزاد ضرب واحد طلع معه ما يجري هذوك نورمالمون بيربات هوده يعني يخدم البطاطا يخدم يربد البوطه تاع الحشيش يربد يعني في الصحراء يفوتها والله العظيم انا والله وجا عندي الحكم الى الصحراء الى ردوها خضراء الصحراء كومبلي ردوها خضراء الرمله كاع نقوها الرمله كاع نقعد الرمله هاكا خدموا انت كيما بالكوفتير انا رئيس دوله نجيب بالكوفتير نقول لهم هذيك الرمله هذيك حولوها لي كاع مليها اي السيمانه الجايه سيبكم كاع محوليها كيما هاكا نديرو قول له يخرج قول له عاود اضرب ولا دير ولا ربد خدمي ولا ربد مش خدامه ولاو كي ستيلوات خدامه ولاو كي ستيلوات عند الغاشي قول له يخون قول له يجريسي هايا لا قول له هارا ولا تصدام طايح قول له رده الصحراء يقول لك البوطه بكري كانوا في وقت بومديان وكلش كانوا يقلعوا كانوا يدوا يهودوهم يقلعوا الحلفه ويقلعها بيده ماشي بالاخر بالمصابره يقلع بيده تسيب يده منك اللي مازال الان يده نعرفوا حنا محابسيه يديهم مازال الان خضرين تحت الجلد خضر مي تقولوا يقول لك الحلفه انا نقول لك مازال ولا على الريه تاعو تنقلع الريه تاعو نقلع حاله قول له يزيد عادية شوبير حسام عوار تاعك راح يلعب السعودية يعني تاعي اسم لي عوار بيعطيني زوج ملايين اورو صايك صايك بيعطيني زوج ملايين اورو صايك عوار تاعي تاعي بيعطيني زوج ملايين اورو الله يحليكم انا مناصري تاع منتخب وطني جزائري نورمال عادي والله سهل وليش تدخلني انا نبغي يلعب في ديك الناسيونال مليح وصايك انا نبغي يلعب في ليكيب ناسيونال مليح وصايك ما نحاولش نفهم دخلني اياه والله العظيم يا كبيرة بابا 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 مالك يا صاحبي ايه بزارني شو مسكين على اعلى وتهبسوا في الكراسة وتهبسوا جيتكم مليحة بسوا زعامة انتوما زعامة محسوب زعامة تهرس في الكراسة زعامة محسوب بعد ميتة تتقموا ميتة وقت تقولوا احنا دي زعلمة وما نعيشوش في افريقيا الغابية افريقيا السوداء وانتم دي زعلمة لا او دي زعلمة يهرسوا
هاو نتوما دي زعلوا واو لله يا الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.